باش تكون السيد الوزير هذا الوقت باش تكمل ذاك البني وذاك التخريبه اللي كاينه في المستشفى ديال محمد الخامس هي الاولى. ثانيا كاين عندنا نقص في فاكتور ديموفيلي الفلسطيني، كاين شي ناس بغاو يديروا في سبيل الله دياليز مثلا كيتسناو رخصه وزاره الصحه، بغاو يديروا ناس متطوعين محسنين. دونك اسيدي هذا كنشوفوا في وزاره الصحه واش عندكم الحق سيفيزامون ديال لي زابيتون باش ندير انا واحد التحليل ديال او دابا راه كيديروا فابو ما تعطي واحد حتى شي حاجه، هادي مازال ما عطاولوش الرخصه. اذا فرصه باش هاد المستشفى يتاهل، حنا عارفين سيدنا راه غادي فرحنا بمشروع مستشفى جهوي في المخطط ديال الحسيمه مانار المتوسط اللي كاين مستشفى جهوي، ولكن الى كرمية الجدك مستشفى محمد الخامس يكون اكتيف. انا عرفت المشكل اللي كاين، المشكل ديال المخاولات ديال لي مارشي لابوراتوار كيقول بيرو دي تيت ما عندوش الحق، بيرو دي تيت كيقول لابوراتوار راه هذاك اللي كيكذب، والمخاول اللي كيمجز كيقول لك انا ما عرفتش نشوفو لابوراتوار، سي تي سيتياسيون كرونيك كي دير 10 ans. سي بور سا كاين با اسي دي ما كاينش هادشي، الحاله الطوارئ غادي يكون عندنا مشكل. مزيان نفكرو في هادشي، ربما خصنا نفكرو في شي مستشفى عسكري اذا كان ممكن، كما هذاك اللي كان في اكنو هذاك راه على بون دو سيرفيس انورمالمون يكون في هذاك كان في اكنو كيديروا في العمليه الجراحي عرفت شحال كون ديال عين الله من هنا من حسين بن بوعيش الى كيمشيو لاكنو فكوع عوض الله يعني صراحه في المستشفى في المستشفى احنا الى شفنا في الناس بحسين المشكل الاول اللي عندكم هو البطاله والثاني هو الصحه. لا هما البيطره هي الاولى والصحه كتجرح بجوج في مشاكل المعاناه ديال المواطن. اذا وخصنا المنتخبين ما عرفت كيفاش يدخلوا في هذاك اللجنه ديال التنظيم، على الاقل رؤساء الجماعات يحضروا معكم في هذا الشيء لان هما عندهم واحد الوسيله.